صباح الخير. بعدما سارعت واشنطن ولندن وباريس وبرلين إلى اتهام النظام في دمشق بتحمل مسؤولية تعثر الجولة الثانية من مفاوضات جنيف 2 التي اختتمها المبعوث الأممي الأخضر الإبراهيمي قبل يومين باعتذار قدمه إلى الشعب السوري لعدم تحقيق إنجاز خلالها يعود إلى الواجهة هجوم غربي منسق على دمشق وسط تأكيدات روسية بأن مجلس الأمن لن يصدر أي قرار يشكل أساسا لأي تدخل عسكري في سوريا. بموازاة ذلك تكثر توصيفات حكومة تمام سلام الجديدة بما فيها أنها حكومة الحزام الناسف بضوابط إقليمية دولية. اليوم ضيفي في حوار اليوم، أهلا وسهلا فيك، الكاتب السياسي في صحيفة النهار إبراهيم بيرم. صباح الخير. صباح النور. بدي أحاول أنا وياك أنه نتحدث ناقش بكل هذه العناوين، لا سيما وأنه في يبدو في عناوين خطرة بدأت تعود إلى الواجهة، يعني مثل هجوم عسكري على دمشق على سوريا عبر المقاتلين من جهة درعا، عبر تدريبات حصلت لآلاف المقاتلين، عبر تسليح المعارضة بسلاح نوعي ومضاد للطيران. حديث كتير خطير هو يبدو أنه نتيجة محادثات جنيف. بس بداية طبعا بدي بلش مع حديث السيد حسن نصر الله مبارحة، في كتير ناس شافوه مرتبك وكأنه قلق يعني من هذه الحكومة، وكأنه التبرير الذي أعطاها السيد البارحة لم يكن مقنعا بالنسبة لجمهور المقاومة. كيف رأيت خطاب السيد؟ يعني الجمهور المقاومة وجمهور 8 أذار عموما، نعم، وحتى التيار الوطني الحر أصيب هيك بنوع من الصدمة من الحكومة لاعتبار أساسي وحيد تقريبا، اللي هو أنه في وزيرين يعني يعتبران من الاستفزازيين، نعني بهم يعني اللواء ريفي والمشنوق، وأنه هن تولوا وزارتين يعني مهمين. فطبعا ترافق ذلك مع نوع من البروباغندا مارسها فريق 14 أذار وكأنه حقق نصر بالحكومة ككل. عموما هذه المسألة فعلا كادت أن تودي بتحرك بالشارع، يعني ليلة اللي طلعت الوزارة على حسب علمي كان ممكن يصير في تظاهرة بمنطقة مشرفية والضاحية الجنوبية، بس استنكارا لشخص اللواء الريفي. نعم. فضبطت هذه المسألة من قبل المعنيين، بذل جهد كبير مثل ما تفضلتي وقلتي يعني أو لمحتي لي يعني إقناع جمهور المقاومة بأنه يا عمي ما صار في اختلال بالتوازن من خلال هذه الحكومة، لا في تنازل قدم من كل الأفرقاء يعني الطرفين المعنيين 8 و14 أذار، نعم، أفضى إلى هذه الحكومة لأن الكل بحاجة إلى هذه الحكومة. لم يعد الكل يعني في منطقة الفراغ معجب فيها وبالتالي مرتاح فيها، فنقلت إلى هذه. لذلك امبارح السيد يعني سماها اختصارها بحكومة التسوية. لبنان بلد التسويات، مش أول مرة فريقين 8 و14 أذار بفوتوا بتسوية. صح. بعد 2005 يعني بعد اغتيال الرئيس شهيد رفيق الحريري صار في تسوية. ممتاز. بعد انتخابات بعد إذا بدك أحداث الأيام. بس ما كان فيها الأيام في حدة. فعلاً المشكلة هي ب 14 أذار الذي رفع السقف السياسي وبهذين الشخصين نعني بهما الوزيرين يعني الآن مع احترامنا احتفاظنا بالألقاب. احترامنا الألقاب. الذين يعني بفترة من الفترات فلتوا يعني إنه الوزير مشنوق مثلاً مش المشنوق الريفي بيقول إنه حزب الله وداعش يعني وجهان لعملة واحد. بالضبط. بفترة من الفترات يعني وبالتالي يعني ما اللغة التي استخدمها الخطاب السياسي الذي استخدمه هذا الشخصية بعد خروجه من منصب أمني حساس بالدولة مدير عام قوى الأمن الداخلي يعني سبق كل أركان أو صقور فريق 14 أذار وتيار المستقبل. لذلك هون كان في الآن لا يعني بلشت جمهور المقاومة وجمهور 8 أذار وتيار الوطن الحر يتأقلم مع ما حصل، خصوصا إذا ما أخذته بالجملة يعني إذا أخذت المشهد بالجملة فريق هن 14 أذار يعني أصيب أيضا بخيبة أمل بعد ما رئيس الحريري سعد الحريري طبعا قبل بالجلوس إلى الطاولة مع حزب الله. طيب بس هلأ أنا بدي أفرق بين جمهور التيار الوطني الحر يلي من ناحية نعم يعني أصيب لأنه هو كان عنده 10 وزراء وبالتالي إذا كان في حكومة فيها كل أطراف طبيعي أنه يصيروا أقل، ولكنه حصل على وزارة سيادية وعلى وزارة وعلى وزارة الطاقة بقيت ضمن التكتل. أما جمهور المقاومة فله حديث آخر رح كفي نقاش معك، ولكن بدي أنتقل إلى سرايا حكومية حيث زميلي جابرييل مراد. جابرييل صباح الخير. صباح خير جوزيفين. وصل الرئيس تمام سلام أخيرا إلى السرايا الحكومية، كيف هي أجواء السرايا؟
جوزيفين، يعني بدا رئيس الحكومة تمام سلام دقيقا في مواعيده جدا، إذ وصل بتمام 9 صباح اليوم إلى السراي الحكومي وتم استعراض سلم من حرس الشرف له، وقام بجولة على المكاتب ودخل إلى السراي الحكومي اليوم في 17 شباط 2014، يدخل إلى مقر مجلس الوزراء بعدما غادره والده من قبله في عام 1973. وبالتالي بعد كل هذه السنوات عادت رئاسة الحكومة إلى آل سلام وبدأ عمله في هذه السراي وسط تحديات كبيرة بالطبع أمنية واقتصادية، ومهمة أساسية هي تحضير لانتخاب رئيس للجمهورية. فورا بدأ نشاطه رئيس الحكومة عند الساعة 11 استقبل النائب البطريركي العام المطران بولس الصياح، يرافقه الأب أنطوان خليفي، مفدان من قبل البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، حيث كرر تقديم التهاني للرئيس المكلف وقدما إليه نسخة من مذكرة بكركي الوطنية التي بدا أن رئيس الحكومة كان مطلعا عليها، حصل النقاش في بعض بنودها، وتمنى بالطبع الوفد الكنسي للرئيس الحكومة كل النجاح في هذه المهمة وسط التحديات الموكلة إليه، وهي الاقتصادية والأمنية ومهمة التحضير لانتخابات رئاسة الجمهورية، وقبل كل شيء جلوس كل أفريقاء حول طاولة واحدة للمشاركة في تحمل أعباء الوطن. وبالتالي البركة الكنسية إذا صح التعبير كانت منذ بدء الطريق في أول موعد لرئيس الحكومة في السراي الحكومي. هناك موعدان بعد قليل، موعدان لم نعرف من هما، ولكن طبيعة دبلوماسية، سفيران يتوقع أن يأتيا إلى السراي الحكومي، تنتهي المواعيد عند الساعة 1:30، ينتقل بعدها الرئيس الحكومة إلى دارته في المصيط بحيث يمكن أن تكون له لقاءات بعد الظهر هناك. جوزيفين، غدا جلسة مجلس الوزراء الأولى كما بات معلوما عند الساعة 11 قبل الظهر، وغدا تكلف لجنة صياغة البيان الوزاري بالعمل على أعداد هذا البيان وفق الدستور. معروف هناك شهر للحكومة للتقدم ببيانها الوزاري أمام المجلس النيابي لتنال على أساسه الثقة أم لا. بحسب المعلومات الواردة حتى الساعة الكل يصر على أن هذا البيان يجب أن يكون مقتضبا، يراعي مقتضيات الحاجة الراهنة، بما أن هذه الحكومة مهمتها لا تتعدى الأشهر القليلة، هذا البيان سيسلط الضوء على ما يمكن القيام به خلال هذه الأشهر. أما بالنسبة لثلاثية الشعب والجيش والمقاومة أو إعلان بعبدة أو مشاكل ذلك، كل المعطيات تقول أن هناك توافقا على معالجة هذه المسألة، يمكن لزيادة كلمة أو حذف أخرى أن تؤدي المعنى المفترض، وأن يكون هذا التوافق الذي ظهر بتشكيل هذه الحكومة ينسحب على عملها أيضا من خلال البيان الوزاري، وينطلق العمل في وقت سريع لإنجاز ما يمكن إنجازه خلال هذه الأسابيع القليلة المقبلة. شكرا لك زميل جابرييل مراد، كنت مباشرة معنا، طبعا سنبقى معك في حال ورود أي جديد. بترجع لك أستاذ إبراهيم. إيه بس تعليقا عن اللي قاله عن بين الوزارة، إيه يعني حكي شغلة حلوة عن مسألة يعني الزعامة السلامية، إنه ذكر إنه 1973 هو آخر يعني شخص من العائلة السلامية يدخل قصر يعني السراي الحكومي أو رئاسة الحكومة. نحن يعني بحب بلفتنا هون إنه فعلا هذا الدخول للرئيس تمام سلام سيكون دخول عابر يعني لمدة 98 يوما بالضبط، هذا ومن ثم يعني بصير في فترة انتقالية، كل هذا نقاش على أم أنه لا يمهن. فعلا صار في يعني بالتاريخ رئاسة الحكومات في لبنان يعني منذ اعتلاء الرئيس سعد الرئيس رفيق الحريري 1992 لهلأ، يعني صار في تغيير بهذه يعني صار في عدم احتكار إذا صح التعبير، وبالتالي بروز زعامات سنية جديدة في البلد. نحن كيف يعني؟ يعني لا فواضح، بس أنا قصدي إنه بس أنا قصدي يعني هل يمكن اعتبار اليوم تسمية الرئيس تمام سلام هو عودة شغلي ب 2005 يعني عندما استشهد الرئيس رفيق الحريري، تعرف يجيبوا الرئيس نجيب مئاتي وقتها لفترة انتقالية عمرها 3-4 أشهر. نعم الآن كل يعني أنا كل الأسماء اللي هي خارج بيت الحديدة تأتي لفترة انتقالية قصيرة على أن يعود
ولا انا غلطانة؟ ايه نحن عم نسأل هون. بالضبط هون جوهر الشيء اسمه. هل يعني بدنا نتعود لنشوف انه اكثر من رئيس حكومة بالتالي صار في لعبة سياسية جديدة برئاسة الحكومة؟ نعم. هون السؤال اللي بس عمل. حتى الحكومات يلي كانت برئاسة غير سعد الحريري او بيت الحريري انه اثبتت فشلها الى حد ما. لا ما بالضرورة. يعني هذا هذه صورة حقيقة نمطية على الأقل لا لم تمثل الشارع السني كما يفترض. لا في اعتراض كبير من قبل فريق الرئيس الفريق الحريري السياسي. يعني رغم كثير من الملاحظات على إداء الرئيس نجيب ميقاتي لكن هذه الحكومة حكمت بمدة سنتين. حكومة الرئيس سليم الحص بال 1999 1998 2000 أيضا عملت إنجازات وحققت إنجازات. لكن الهجمة الحريرية السياسية على كل الذين يعني أتوا من خارج بيت الحريري كانت كبيرة لدرجة كانت فعلا تطمس كل القوى وكل الشخصيات. هذا اللي عم نحكي فيه من هون المنطلق. يعني عم نقول إنه نحن بهمنا يعني عم نخفيها يكون في يعني تنوع. عدم إيه بالضبط. لأنه الاستئثار بطائفة مثل الطائفة السنية باللعب السياسي بالبلد كان كارثي بمرحلة من المراحل. يعني طيب بس أضع كل القوى. يا استاذ إبراهيم نعم انت حضرتك عم تحكي هلا عن انه رئيس حكومه بس بيجي بيقول لك رئيس الحكومه او مناصر تيار المستقبل الذي او السني في لبنان يعني معلش اللي بيعتبر انه تيار المستقبل هو مثل الاول له بيجي بيقول لك انه هي نبيه بري صار له يعني سنوات في رئاسه مجلس النواب لماذا لا تتمنى ان يكون هناك في تنوع ايضا؟ ايه لك ما هي اللعبه السياسيه انعكست. يعني اليوم الشارع المسيحي او الزعامات المسيحيه شو عم تشكي؟ انه اذا الشيعة بيجيبوا الشخص القوي عندهم مش هيك؟ نعم. طيب والسنة بيجيبوا الشخص القوي عنده. طيب لماذا لا يسمح للمسيحيين في البلد؟ هذا موضوع مختلف. هو زيته هو كله هذا يعني انا عم بحكي عن سنة الشيعة بالبلد. نحن عم نقول لعبة سياسية احتكرت وبالتالي هذا الاحتكار. نحن ما عم معجبين كتير بانه والله رئيس بري هو مسك يعني مش كتير بس عم نقول هذا الاحتكار اذا بلشت تكسر عند الطائفة السنية افترض تكسر عند كل الطوائف التانية تبلش اللعبة تاخذ شكل اخر. المسيحيين مكسورة خالصة. طيب ما مش بحاجة. ما يعني هذا المشكلة البلد في جزء كبير من المشكلة من الصراع الدائر. نعم. بصرف النظر عن كونه سني شيعي والله مسيحي اسلام لا في يعني في لعبة سياسية تكرست منذ عام 1992 يعني منذ مجيء الرئيس الشهيد رفيق الحريري الى السلطة للمرة الاولى بعد منها يعني سحبت. انت كيف بتبرري واحد يبقى 16 سنة بوزارة المال؟ الرئيس مثل ما برر ان يبقى رئيس مجلس النواب سنوات في رئاسة مجلس النواب. في حدا كرس هذه اللعبة؟ نعم مش هيك؟ صحيح. في حدا رجع اعترض عليها، رجع حكينا بشو؟ بالمداورة بالحقائب، ما كله يلحق بعضه البعض. فبالتالي والله مش عاجبهم انه الطاط ظلها، انا مش عم دافع كمان عن الوزير جبران باسيل، بس بشكل عام انه إذا بدك تكرسي لعبة هاي المداورة ولعبة تغيير الوجوه، لعبة بث المزيد من الدماء بالجسد السياسي اللبناني صحيح الناشف. الآن في مطرح عرفتي بس انما يعني وقت بتحتكري انت ثلاثه يعني اثنين على الاساس في مصيبه بالبلد. رح نحكي بهذا الموضوع ورح بدي اشوف قديش هيدي الحكومه حكومه تمام سلام هي مقدمه لعوده الحريريه السياسيه الى لبنان ربما ولكن بعد شوي. بس خلينا شوي قبل ما ندخل بالمداخله مع زميلنا جابرييل مراد كنا عم نتحدث عن جمهور المقاومه ربما يعني جمهور 14 أدار عاد اليوم الى الحكومه بتنازلات معينه صحيح والتيار الوطني الحر جمهوره انه وراض إلى حد ما على اعتبار أنه عنده وزارة الخارجية ووزارة التربية ووزارة الطاقة. طيب في جمهور المقاومة عنده مشكلة جدية بالموضوع. يعني اليوم حزب الله الذي قاد هذا الجمهور إلى سوريا إلى الداخل السوري لمحاربة التكفيريين ودعاهم إلى التحمل تحمل أسارة مفخخة والانتحاريين الذين يقتلونهم في الضاحية الجنوبية ووصف هؤلاء يعني وطلعوا اللواء الشفيفي وغير اللواء الشفيفي مع احترامنا طبعا للجميع بس أنه طلعوا بخطابات تسعيدية جدا مثل كأنه عم يشجعوا بين مزدوجين. يعني هذه مش عم تبنيها عم قول الجو العام على هذه العمليات. اليوم كيف يستطيع حزب الله من بعد ما قاد جمهوره إلى هداك المطرح أنه يرجع على طاولة مجلس الوزراء بين ليلة وضحاها؟ إيه مشكلة ما أنت تفضلتي وحضرتك قلتي عند الكل يعني كما هو فريق 14 أدار تحديدا تيار المستقبل يعني كمان صعد وأنه ما بقعد على مدى 11 شهر ما بقعد مع حزب الله رجع قاعد نفس الشيء وأنه ما بقعد مع حزب الله إلا إذا ظهر من سوريا ما ظهر من سوريا حزب الله. المهم نحن نتصرف الآن بعقلية يعني فسرت المرحلة وكأنه في انتصار يسجله فريق على فريق آخر. قام السيد امبارح بكلام محكم
كلمة الفصل كما يقال، أنه نحن أمام مرحلة جديدة عنوان التسوية. هن بالنسبة لهم حزب الله، أنه نحن عنواننا الأساسي الآن بكل من يريده من الداخل اللبناني هو مواجهة الحالة التكفيرية، إيجاد مناخ يعني الكل يشاركوا فيها. لذلك يعني كان هذا التنازل. وأعتقد أنه هالفورة هو الغضبة المباشرة اللي طلعت عقب يعني تسمية مثل ما قلنا الآن بلشت تتنفس. الكل يجب أن يتعامل حقيقة الأمر يعني بصرف النظر عما يعني حققه مثلا التيار الوطني الحر واحتفاظه بوزارة الطاقة، وهذا نصر لا شك مبين، وحصوله على وزارة الخارجية مثلا يعني. كمان يعني ما عاد بدنا نتصرف يعني الفريق 14 أذار يقول أنا يعني أخذت هذه وزارة الوزارتين الوزارة الأمنية ووزارة العدل والآخري. فينا نضلنا نحكي هذا السجال وهذا الجدال من هلأ لأبد الأبدين، لكن هذا الأمر انتهى بمجرد تشكيل الحكومة. سواء كان يعني أنا ما عم بعمل أبو ملحم، بس الأكيد أنه الكل يعتبر في مرحلة جديدة ويتعامل على أساس مرحلة جديدة. أنه حتى 14 أذار قالت لجمهورها أنه في مرحلة جديدة. المرحلة الجديدة امبارح حكيها السيد أنه يا عمي هلأ ورايح في مرحلة. طيب السؤال اللي هلأ صار لازم نتعامل معه بشكل جدي أكثر، ما هي طبيعة هذه المرحلة؟ هل سنكون أمام حكومة تدخلها المتاريس مجددا ويعني بناء على ما ذكره الرئيس سعد الحريري أنه هاي حكومة ربط نزاع، تتذكر هذا التعبير اللي استعمله بمقابلته بعد يعني ردة الفعل اللي صارت على كلامه بمحكمة لهاي وإلى لأنه هو مستعد أن يجلس إلى جانب حزب الله وقتها. بس حتى يخفف من صدمة هذا الكلام رجع قال أنه أنا هذا ربط نزاع بدي كفي المعركة معه. طيب البلد بتحمل سؤال يعني حقيقة هلأ من هلأ ورايح. بس اليوم فقنا إذا البلد بيحمل يا أستاذ إبراهيم، ما صار لنا سنتين عم نعمل تعبئة بالجمهورين. أنا مش أقول عن جمهور واحد، جمهور 14 أدار قياداته بتعمل تعبئة فيه، وجمهور 8 أدار كذلك الأمر. اليوم استفقنا أنه لا هيك بين ليلة وضحاها نحن ضدني، لازم نقول للجمهور خلص خير جاع. حرام تقولي جمهور 8 أدار وتيار الوطن الحر مثل تصرفوا أنا عم أقول عن التعبئة، التعبئة السنية الشيعية، مش عم بحكي عن المسيحيين خالص. ما حدا عبق، لا عم نحكي نحن عم بحكي عن السنة الشيعي، صراع السنة الشيعي بالمنطقة والتعبئة للقيادات السنية الشيعية. كيف تصرفوا فريقين؟ خليني أقول ثلاث فرق يعني 8 أذار وتيار الوطن الحر بجهة و14 أذار مش بموضوع الحكومي، مش عم بحكي موضوع انا عم يعني في موضوع حكومي في ناس يعني من الاول من الاول الحكومي شيء موضوع مستقل عن وضع السياسي بالبلد، ما هو مرتبط فيه. لا احنا عم نقول في حاله احتقان مش مختلفين، في حاله انقسام عمودي بالبلد مش مختلفين، بس اجينا اتفقنا بالتسويه اللي حكيها حكومه المصالحه او المصلحه اذا التعبير اللي استعمله رئيس تمام السلام، معناتها انه نحن كلنا عندنا شعور بانه يجب تدارك هذه الحاله اللي استمرت مثل ما قلت 11 شهر الفراغ والاحتقان والشحن والحقن من جديد، تنعمل تسويه نخفف من هذه شو اسمه. مين قال لك انه فريق 14 اذار كان مرتاح؟ يعني ما يجري في طرابلس الان من انفلات، ما يجري من تدمير ممنهج لاقتصاد هذه المدينه اللي بتضم 700 الف نسمه، حدا مرتاح له؟ اللي صار باسواق صيد طرابلس حدا مرتاح له؟ حيث احترقت مثلا وكانت تحرق المكتبة وسواها. طب اليوم قعدنا كل اقتنعنا انه نحن بندخل بمرحلة جديدة. هلا عنوانا مصلحة مصالحة تسوية بدك اياه. ممتاز، شو هي هذا العنوان كيف سيترجم على الارض؟ يعني السؤال. مثلا في طرابلس ماذا سيفعل ايوه الشفيفة مثلا مع عقدة الذين اعتبرهم في يوم من الايام، ما بننسى نحن طبعا انه هو صرح وقال هؤلاء ابناء المدينة يدافعون عن المدينة بالضبط، يعني شرع وجودهم كميليشيا. هو دائما بيقول نحن مع الدولة ضد الدول. هل حصل حزب الله اليوم على ضمانات بهذا التوجه على أنه هذه المدينة رح يمسكوا أمنها، رح يمسكوا أمن المجموعات المسلحة التي تتسلل إلى هناك إلى الأراضي السورية؟ هذا سؤالك هو الوجيه، يعني هذا المفترض. أنا أقصد أنه من هلأ رايح هذا السؤال بده ينطرح. هل حصل حزب الله على ضمانات؟ لا مثلا يعني بشكل عام الكل ما كله كان مأزوم والكل يبحث عن حل. 14 أذار وحكينا عن طرابلس احد مظاهر الازمه عند 14 أذار احنا يعني نعرفها تماما. الان يعني اذا كانت ازمه حزب الله اذا صح التعبير هي ازمه التكفيريين واللي جايين بدهم الارهابيين مش هيك، وغزو معاقل حزب الله وما الى ذلك الكلام، فالطرف الاخر عنده ازمه الفلتان بمناطقه، إرسال بصيدة بطرابلس إلى ذلك يعني. وإلا كيف بتبرري الرئيس سعد الحريري بيحكي هيك اليوم؟ أوكي يعني بمسألة بيقارن بين حزب الله وداعش
يعني مع يعني رفضنا لهذا المنطق، لكن على الأقل في بطيات كلامه في إحساس بالخطر على جمهوره، لأنه في غزو مش بس لقاء قواعده كلها عم بيقول تتأثر. هو عم بقارنهم على مستوى التطرف يعني وقت اللي بيقول وقت اللي بيقول هي مسألة تانية. وقت اللي بيقول هو إنه نحن كسنة، طبعا بيحكي هو كزعيم سنة، بيقول نحن ما بدنا نكون يعني على صورة حزب الله أو على صورة داعش. هذا فيه دليل على إنه في استشعار بالخطر، على مش راح يغزي حزب الله الشرع السني. اللي بده يغزيه هن التكفيريين والسلفيين والحالات المتشددة اللي هلأ مسيطرة هي على طرابلس، يعني بشكل أو بآخر. بشكل عام نحن عم نقول في مرحلة جديدة، عنوانها مثل ما عم تقول كيف نخرج جميعا من كل من أزماتنا، إذا كان حزب الله مأزوم، إذا كان تيار المستقبل مأزوم، إذا كان الفريق الآخر يعني الأفرقاء الآخرين مأزومين بشكل أو بآخر سياسيا أو غير سياسيا. فالكل الآن إجا ارتضى وقال في تسوية اسمها هي الحكومة، قدم تنازل حزب الله، قدم تنازل تيار المستقبل، صارت ورانا مش هيك؟ كسب. ما بعرف ايه. لا صارت ورا خلص. هلا بدنا نقعد على بكره، بدنا نشكل، بدنا نقعد اول اختبار. تفضل وقال زميلك انه اول اختبار هو البيان الوزاري مش هيك؟ قبل ما اوصل البيان الوزاري لا بدي اقرا لك جمله بس. تفضل. جمله من حدا من جمهور المقاومه، هو حزبي وما بدي اقول اسمه هلا لانه يعني على الفيسبوك على صفحات التواصل الاجتماعي، بيقول: لقد تعبنا سيدي نشيع شهداء لنا يوما بعد يوم، وها أنتم قبلتم بجلوس مع من سخر من التوابيت القادمة من الشام. قبلتم الجلوس مع من اتهموكم بدعم من يحاربكم بسفك دماء خيرة شبابنا في سوريا. اللي عم بقصده أنه كيف يمكن أن نقطع هذه المرحلة هيك سريعا؟ في ناس عم يموتوا بسوريا، عم يستشهدوا من حزب الله دفاعا عن المقاومة، ما هيك؟ مش هن هيك مع تقديم؟ طيب اليوم يسائلون الحزب كيف تريدون أن نجلس إلى طاولة مجلس الوزراء مع من يقتلوننا؟ هن هيك بيعتبروا؟ يعني حكينا نحن مطول عن هالمسألة، يعني مسألة فورة الغضب اللي والكلام اللي نقال وقتها. لكن على الأقل حزب الله واللفيف السياسي اللي معه ولا يوم من الأيام قالوا بأنه نقطع العلاقة مع الفريق الآخر اللي هو فريق 14 أذار وهو تيار المستقبل. لماذا لم يسمي أسماء استفزازية أخرى تشبه مثلا الأسماء الاستفزازية التي طرحها تسموه؟ هي حكي معلش، هو حكي اليوم كدي ما قال أحد زميلاتنا بالأخبار، عجبني عنوانه أنه يا عمي مين في مش استفزازي بهذا التيار؟ يعني إذا كان هؤلاء اثنين، يعني في واحد بيطلع هو محمد أبيني نائب بيروت، ما احترامنا لإله، يعني هذا الوحيد اللي ما يعني ما وقف وسب، يعني مارس سياسة الشتم والسب طوال الفترة الماضية. يعني كلهم مارسوا هذا النوع. وهني بعدين لك بالبلد إذا تذكر 2005 الضباط الأربعة، ليش ما سموا حدا من الضباط الأربعة ليوزروه مثلا؟ مش الحزب الله مش بهذا الوارد. يعني حقيقة أنا لا أدافع، لي لم يكن ممكن كان يسموه مثلا جميل السيد مقابل، بس هو مش بهذا الوارد. يعني مش بوارد النزول الى هذه الالعاب اللي عم تلتعب. هاي لعب، يعني لعب حقيقه بالوقت الضايع، ولعب يعني ما كيديه، يعني نوع من الكيديه السياسي. والكلمه رسول لك شغله، بعد 2005 كل الناس بتذكر منطق وليد جنبلاط الزعيم التاريخي اللي هلا يعني بتتذكري كل يوم يعمل مؤتمر صحفي ونزل سب. هذه اللغة استخدمت على مدى 3 سنين 4 سنين بالآخر. طيب كيف وليد جنبلاط خلى عنا؟ الكل بيستعملها هذه اللغة، والكل بيقدم طلب انتساب خصوصا عن تيار المستقبل ليقدم طلب انتساب إلى هذه، بيستخدم هاي اللغة. يعني مصطفى بتذكري في واحد اسمه مصطفى علوش مثلا كان نائب سابق، يعني احترامنا له، كلهم مع بدون استثناء هذه اللغة. هن مفترض يعني يراجعوا نفسهم ويتركوا هذه الحسابات، يعني يتركوا هذا الكلام أو هذه اللهجة. هذا البلد بلد تسويات، ما في أسهل منا اليوم أنت كمسيحي أو كمسلمي أو كشيعي تضطر في داخل طائفتك، سهلة جدا. بس هذه ما بتودي لتسوية وطنية بالآخر. كلنا قال السيد نصر الله وقال أكثر من قيادة بحزب الله ومن قيادة بالتيار الوطني الحر وبحركة أمل، نحن بنرجع نقعد مع بعضنا. بالنهاية هي بلد تسويات. يعني شئتي والله هلأ عندك رغبة تكفي باتجاه حرب أهلية؟ أنا امبارح سأل السؤال لأحد نواب حزب الله على نفس الكلام، كنا عم نعمل الموضوع. قال لي يعني إذا بدنا نمشي مع جمهورنا نحن، قال لي بصراحة بدنا نمشي على 7 أيار جديدة وحرب أهلية جديدة، ونحن كقيادة حزب الله لسنا في هذا الوارد. لأنه الفريق الآخر خلينا يعني
الفريق الآخر فعلا كان يريد دفع الأمور والحق والشحن باتجاه يعني إقامة حرب أهلية، نوع من الاشتباك، يعني كان مصلحته هيك. وأنا أعتقد بأنه مش بس مصلحة داخلية، مصلحة إقليمية بفترة من الفترات كانت تريد إغراق هذا البلد بنوع من الحرب الأهلية اللي عم على أساس مثل ما تفضلت ولدي سنية شيعية أو إلى آخره. لكن الكل يعني ما قدر ليها، حزب الله مارس سياسة ضبط فعلا حكيمي بهذا الإطار. وقوى أخرى أيضا، حركة أمل، رئيس بري لعب دور كبير بتخفيف الاحتقان وإلى آخره، والنائب وليد جنبلاط بفترة من الفترات وقف بأكثر من 4-5 مراحل ويحذر من هذه. ولا ننسى أيضا دور الجنرال عام بهذه المسألة. في ناس أحرص من ناس على الوطن، إيه في ناس ضحت للوطن أكثر من الوطن من ناس آخرين، لكن ما فيك تحرميهم من إنه يكونوا يعني أولاد بلد أو شركاء باللعب السياسي. من الأساس فريق 8 أذار كان ياسر، ما في أقطع هذه النقطة بس من دون ما أقول لك شغلي، لأنه أيضا فضل. يعني هون أنه أنا بدي أتحدث بلغة الطرف الآخر. الطرف السني بيجي بيقول لك أنه مين قال أنه نحن مش حارسين على البلد؟ بس ما تنسوا كمان أنه نحن في القائد السني يعني الأول في لبنان عام 2005 تم اغتياله يعني في بيروت، وتبعه عدة اغتيالات لشخصيات سنة أيضا وغير سنة يعني. وبالتالي يعني أنه السني في لبنان مش مرتاح كتير على وضعه، وهو أيضا يشعر بأنه هو مضطهد. طيب يعني هذا نحن عم نقول كلنا كلنا بحالة يعني، كل البلد مقسوم مش هيك؟ اي اوكي، في ناس قدمت، في ناس بدك اياه، بس لكن الاسلوب الذي استعمل بفتره من الفترات هل قاد لاحقاق الحق اذا صح التعبير واحقاق العداله؟ ما قد. يعني ما صار من 2005 لهلا استبدلت 20 مره يعني كيف الاتهامات كانت الاتهامات السياسيه توجه مباشرة عند بعد ساعتين من اغتيال الشهيد محمد شطح. شو وقف وقال الوزير رئيس فؤاد السنيورة؟ مين اتهم؟ مش اتهم حزب الله مباشرة؟ طيب هذا مش اتهام سياسي؟ صح. طيب هذا الشحن طيب في رجل بعده ميت، دماء سقطت للتو، طيب ألا يفترض أن ننتظر يعني على الأقل بعض الوقت لحتى نقول مين متهم؟ طيب في محاكمة، فيك أنت يعني فيك تشحني، فيك تستخدمي كل الأساليب المتاحة والأسلحة المتاحة وغير المحرم وغير المحرم، وفيك تقولي لا بالنهاية في تسوية سياسية بدها تصير بهذا البلد. نحن عتبنا على فريق 14 أذار هذه طلع على الشجرة، أقصى شجرة، لحتى اضطر بالآخر يدفع ثمن سياسي لينزل عنا. واحد 11 شهر بهله وبطله وبتقولي ما بدي أقعد مع حزب الله، إلا ما بدي أقعد، ما بقعد ما بقعد ساعة هذا إلى آخره. طيب شو شكل التسوية القادمة؟ يوم هذا عدنا سؤال، هذا سؤالنا اللي هلا لازم يعني عم نحن كصحفيين عم نبحث عنه، انه ما هي الأثمان؟ ما هي الظروف الخارجية التي دفعت بهذه التسوية؟ ما هي الأثمان المطلوبة من كل فريق؟ هل لها علاقة فقط برئاسة الجمهورية؟ هل لها علاقة بمنع حكيتي تفضلتي عنه، بمنع الوصول إلى مرحلة الاحتراب الأهلي؟ هذا سؤال عم يطرح فعلا بالأوساط السياسية. لكن يعني اليومين اللي مضوا مثل ما عم تقولي يعني الجو اللي طغى عند أول شيء عند 14 أذار، جو الإحباط وثم جو الإحباط اللي عند 8 أذار وتحديدا تيار الحزب الله، شعبية حزب الله، منع الحديث عن هذا الموضوع أو على الأقل حجب الحديث مؤقتا، لكن بده ينفتح. طيب اليوم بدأ من اليوم، إيه بدأ من اليوم مثل ما تفضل زميلك وقال الرئيس تمام إسلام نزل على السراي الحكومي. ما بعرف إذا حامل معه هذا الملف الأزرق هذا اللي ظل يحمله بيطلع فيه على السراي الحكومي، بتتذكريه على القصر على القصر بعبده. ايه فاليوم نزل اول يوم، واليوم بده يشكلوا او بكره الساعه 11 في اول اجتماع للحكومه بده يتشكل لجنه البيان الوزيري. طيب بدنا نشوف البيان الوزيري. زميلك قال اني هاي اول مره بسمعها حقيقه منه، انه يعني الكل متفق على تدبير مساله جيش وشعب ومقاومة وعبده في جو. هو جو الرئيس بري يلي قال مرة انه اللغة العربية مطاطية، ايه هذا الفضل فيها لا مش للرئيس بري، لا للنائب وليد جنبلاط استخدمها. ايه هو الرئيس بري والنائب وليد جنبلاط هن حالي واحد هيك. ايه تفضل. فبالتالي هلأ اليوم بدنا نبلش يعني اليوم مثل ما بقول طوينا الصفحة، صفحة 11 شهر. هلأ طبعا على جمهور كلا الطرفين انا برأيي يقعد يحاسب حاله ويحاسب قيادته انه ليش مشيتونا 11 شهر؟ اذا حزب الله عليه حق فلتحاسبوا يا جمهور، اذا تيار المستقبل عليه حق
كما خليني احكي بموضوع الحكومه. نعم. الحكومه عمرها انجا شهرين يعني 92 يوم على حسب احد الصحف. نعم. 92 يوم على الضبط من هلا للاتفاق على البيان الوزاري وبعدها شهر. بدك عندك شهرين شهرين وشوي. منيح. بدي ابدا بالبيان الوزاري. اليوم امبارح نائب بطرس حرب هلا صار وزير اتصالات بيقول انه اذا لم يتضمن البيان الوزاري بيان بعبده اعلان بعبده الالتزام فيه انا سانسحب من الحكومه. ما تشد ايدك يعني بلا عم خبرك يعني في رفع السقف على الاقل. مش عم بحكي عني عم بحكي عنه. في رفع السقف على الاقل بهذا الحديث. امبارح ايضا الرئيس امين جميل عقد مؤتمر صحفي والاجنبي به سجعان أزدي الوزير اللي رح يشارك باللجنه كمان الوزاريه وبيقول انه نحن نطالب بادراج اعلان بعبده في البيان الوزاري وقصه يعني قتال حزب الله في سوريا. قديش في فرص هل ستنفجر الحكومة في البيان الوزاري ولا برأيك التفاهم الدولي عليها سيمكنها من أنه تمرق بهذا الأطواع؟ في حلين لا ثالث لهما. إما حكومة تتفق على بيان وزاري مثل ما تفضل وقال زميلك يعني فضفاض ضبيبة بحيث ما تبيني فيها شيء يعني وبكون مقتضب حتى نمرق هال 98 يوم أو يعني إذا ما عاش في يعني في شيء انتخابات تصير هي أو على الأقل تحكم حكومة تصريف أعمال بدون بيان وزير. فيش غيره. شو يعني. استفدنا يعني؟ خلينا كل واحدة إلها ما يترتب عليها يعني. إذا اتفقنا على بيان وزير بالصفات اللي تفضل قالها الزميل بقصر الحكومة معنى ذلك أنه في إمكانية أن هذه الحكومة هي يعني يبقى في فراغ رئاسي في احتمال. عرفتي كيف؟ انه اذا اتفقنا على بيان في احتمال خليني كيف هيدي الحكومه ثم من يتحدث عن انها تم التوافق عليها شرط ان تكون ممر الى انتخابات رئاسيه. شرط يعني احد الشروط ما احنا عم نقول مش 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 كل شيء بينقال يعني هو الشغله الثانيه انه طيب بالنهايه اذا صار في نزاع على البيان الوزيري ومثل ما في محتدين الشباب بده يحطوا بيانه بعبده وما بده يحطوا شيء شعار جيش شعب مقاومه معناتها مثل ما عم تقولي تفضلتي رايحين على متاريس بهذه الحكومة بالتالي تنفجر هذه الحكومة بالتالي يعني ما في غيرهم. نعم. عرفتي كيف؟ فمن هون بدنا نبلش نحن نشوف يعني إذا صار في بيان وزيري بيكون في شيء وإذا ما صار في بيان وزيري بيكون في شيء تاني. بيكون يعني نقلنا الصراع من الشارع إلى الحكومة وضبيناها لبعض الوقت. الآن هذا واحد اللي هو البيان الوزيري بعد منه مباشرة بدك تفضلي مثل ما تفضلتي قلتي مسألة رئاسة الجمهورية هل في اتفاق ولا فيش اتفاق؟ ايه في كلام بالصحف بالأوساط السياسية بالكوارث السياسية انه الاتفاق على تشكيل الحكومة يقود حتما الى الوصول الى انتخابات رئاسي والتفاهم على رئيس جمهورية. بس عم بيصير في تأكيدات عليها حتى يعني امبارح سمعنا السيد حسن عم بيقول خلينا نعتبر هذه الحكومة انه اذا الكل مش مشجعين عليها منيح هذا الشيء بشجعنا لاجراء انتخابات رئاسية وبعدين اتفاق على حكومة اخرى. ايه يعني فهون اللي عم نحكي فيه عم نقول انه الكلام اللي عم يحكيه الرئيس سعد الحريري انه مصر على اجراء انتخابات رئاسيه واللي تفضل قال السيد انه الكل بده انتخابات رئاسيه وحتى الرئيس بري وحتى كل الناس يعني هلا بدنا نشوف في توجه لكن يزبط هاي الشيء ولا او بيزبطش ما المانع لحد الان يعني اذا اليوم قلنا انه في اراده دوليه كانت تقضي بتشكيل هذه الحكومه ايضا الاوساط يعني بتقول انه الاراده الدوليه ايضا تنسحب على ضروره اجراء الاستحقاقات يعني الدستوريه بموعدها ومن بين الاستحقاق الرئاسي ما المانع شو ممكن يعني ياخر حصول الانتخابات الرئاسيه سؤال ايه صحيح مطروح وبالحاح انه طيب بس ما في ضمانات بتقول انه هلا اتفقنا على الرئاسه على رئاسه الحكومه والحكومه وبعد منها نتفق مباشره على يعني الرئيس المقبل وانتخابه بالموعد اللي في كذا راي في ناس بيقولوا 3 اشهر بنرجع نحكي فيها لانه حتى الان يعني اللي احنا الصوره اللي تعودنا عليها لانه الرئيس بيجي بتوافق دولي واقليمي ومن ثم داخلي ويفرض فرضا مش هيك تجربتين هيدا كان ايه التجربة الأخيرة على الأقل تجربة الرئيس سليمان حتى الآن ما في بوادر بتقول
انه والله في اتفاق، في اصرار، في الكل. ما ممكن، ما ممكن اي واحد بلبنان يقول انا ضد اجراء الانتخابات الرئاسيه. ممتاز. من بكركي لحاره حراك لعين التيني للمختاره، خليني اربط بين التفاهم اللي صار على هذه الحكومه والحديث عن انسحاب هذا التفاهم على الانتخابات الرئاسيه بعد مجرد تكهن. ثمت من يقول انه في لقاء جماعه، باللقاء الذي جمع المدعوم بالرئيس سعد الحريري، وطبعا بعلم حزب الله بروما يعني. بعلم حزب الله، وبعده صار في اجتماعات لاحقة بين الوزير باسيل وأيضا ممثلين عن تيار مستقبل، أنه في حديث أنه عن عودة الرئيس سعد الحريري إلى سدة رئاسة الحكومة، شرط أن ينتخب العماد، أنه إذا بدنا نقول في رئيس شيعي قوي لرئاسة مجلس النواب ورئيس سني قوي للحكومة، لماذا لا يكون الرئيس المسيحي القوي في رئاسة الجمهورية؟ عم بحكي أنا هذه الأجواء يعني اللي عم نقراها موجودة. قد هذا السيناريو برأيك كمراقب ومحلل ومطلع على المواقف السياسية هو قابل للحياة؟ أحد السيناريوهات المطروحة، يعني مش بالضرورة. يعني أنا تمنياتي كشخص إذا بيجي البلد يستقر بشخص يعني قوي للرئاسة الأولى مثل الجنرال عون، ومن ثم الرئيس سعد الحريري للحكومة، ومن ثم الرئيس بري، هذا بده يكون تسوي اللي عم تتفضل، يكون تسوي كبيرة. عرفتي كيف؟ عنوان الاستقرار أو مرحلة ما بعد الوضع بسوريا. نحن مع هاي القصة، لكن حتى الآن في كلام، وفي كلام تاني بعكسه تماما، بيقول اللقاء اللي صار بروما اللي ما تأكد وما نفي يعني إذا بدك، ما كان ناجح بمقاييس معين، أنه يعني ما كان ناجح بمعنى يعني لم يعطي الرئيس سعد الحريري كلمة الفصل بموضوع الرئاسة الأولى. أنه منشوف طيب إذا يعني الاتفاق أو اللقاء اللي صار بين الوزير باسيل والحكي عنه بالإمارات كان على أساس الحكومة، أوكي مشيت الحكومة. طيب وبالتالي أعطيت يعني حقيبة الطاقة للتكتل بشخص الطاشناط. هلأ هذا الكلام نحن عم نقول موجود بالتداول السياسي، بالتداول الإعلامي، لكن مش محسوب حسب معلومتي يعني معلوماتي أنا. على الأقل أنه أوكي في مرحلة يعني ما بعد انتخابات الرئاسة أو مرحلة البحث عن انتخابات الرئاسة. طيب سؤال المطروح كمان، مين قال لك أنه الرئيس سليمان يعني قطع الأمل نهائيا من موضوع التمديد أو التجديد له، بظل يعني عدم الاتفاق على رئيس جديد تبقى أحد أقل أو أضعف الإيمان مثل ما بينقال هو مسألة التمديد. ما زال الرجل حسب معلوماتي يمكن يكون غلطان، ومن قال أيضا أنه الرئيس بري، لأنه ثمت من فسر حركته الأخيرة بالتفاهم على هذه الحكومة بأنه حاول أن يحجم المدعوم في هذه الحكومة. من قال أنه هذا لن يسهم أيضا في عدم عرقلة الاستحقاق الرئاسي برأيك؟ ممكن لك الكل يعني ثلاث احتمالات اللي عم تتفضل فيهم، يعني احتمال الاتفاق على رئيس جديد موجود، احتمال تأخير انتخاب لمدة 3 أشهر تبقى هذه الحكومة اللي هلأ هي حكومة تصريف أعمال كمان موجود، احتمال التجديد اللي هو مثل ما عم قلك يعني أضعف الإيمان أخفض درجة بالاحتمال موجود. بدنا يعني ما بدنا نسرع ونقول إنه لا بكرة كل الأمور تنحسن، في مرحلة عنوانها 3 أشهر، يعني إحنا عم نقول هذه 98 يوم حكومة، هال 98 يوم هي مرحلة البحث الحقيقي عن إمكانية ملء الفراغ الرئاسي. على الأقل بدل ما نكون عندنا 3 رئاسات، يعني واحدة معطلة اللي هي رئاسة مجلس النواب بتعرفي كنت محاصرة، وأنه في احتمال الفراغ الرئاسي الفراغ الحكومي الآن تملت، بيبقى عندنا مسألة يعني الانتخابات الرئاسية المقبلة كمان الاتفاق عليها مثل ما قلك عنوان لمرحلة جديدة، وعدم الاتفاق عليها كمان عنوان لمرحلة جديدة. هلأ نحن أمام مرحلة جديدة اللي هي مسألة حكومة، اتفقنا على حكومة. طيب طبعا يعني هذه المواضيع كلها مرتبطة بالمواضيع الإقليمية وتحديدا في سوريا، بعد الإعلام بدنا نحكي عن جنيف وعن ما يحكى عن خطة عسكرية جديدة أمريكية فرنسية لهجوم على الشام. لحظات ونعود. عودة
عودة لكم مشاهدينا ولضيفنا أستاذ إبراهيم بيرام، بدي أرجع رح فيك الكاتب السياسي في صحيفة النهار. يمكن خلصنا موضوع الحكومة وأخذنا وقتنا فيه، بدي أنتقل لموضوع الحدود اللبنانية السورية وما يحكى اليوم عن هجوم غربي منسق على دمشق، خصوصا بعدما نعى الأخضر الإبراهيمي محادثات جنيف معتذرا إلى الشعب السوري. أولا يعني شو صحة الحديث عن هجوم منسق على دمشق؟ أنه عبر درعا وفي آلاف المقاتلين يدربون في الأردن، وهذا الهجوم سيتبعه. امبارح سمعنا نائب الوليد السكري عم يتحدث على شاشة المنارة عن احتمال أيضا ضرب لقواعد عسكرية لحزب الله في الجنوب اللبناني. سيناريو كتير يعني دراماتيكي. يعني يعني موضوع الهجوم من جهة درعا من جهة الحدود الأردنية باتجاه الشام يبلش الحديث عنه بالمرحلة الثانية، يعني بالجنيف، بالمرحلة الثانية من جنيف 2. قبلها كان دائما يحكى انه الامريكان عم بيعملوا شيء دائما احتياط عندهم هنوي هو الاردن. القيادة السورية واضح انه عم تعتبر هذا الامر، طبعا مش عم يعني في تحضيرات او لمواجهة اي خطر من هذا النوع، لكن على الاقل اللي نسمعه من القيادة السورية انه لا، هذا تهويل اكثر مما هو حقيقة الامر. لانه بشكل عام يعني زمن الهجومات للمعارضة السورية، الهجومات الاستراتيجية اللي مقدورة تغير من الوضع الميداني بشكل كبير من قبل المعارضة حقيقة، ولا يعني كيف ولا وهن يعني عم يتحدثوا عن تسليح بسلاح ثقيل ومضاد للطيران؟ ممكن كل يوم يجيبوا سلاح، وممكن يجيبوا حتى مقاتلين، يعني كلهم جايبينه من 120-80 دولة. بس اليوم انه المعارضة المسلحة تقاتل بسلاح يمكن ان اقول انه خفيف، عندما اليوم نتحدث عن تسليح هذه المعارضة بسلاح ثقيل ماذا يعني هذا؟ هذا الامر مش جديد، يعني احنا 3 سنين صار الحرب بسوريا ودائما كانوا يقولوا انه كل يوم في سلاح جديد. وامريكا بدها تسلح والسوريه اشترت والى اخره، سلاح نوعي وما ما ما نحن ما عم ننفي انه ممكن يجيوا سلاح جديد، يعني حتى يمكن يجيوا مدرعات ودبابات يعني من جهه الاردن. لكن عم نقول بشكل عام انه هذا الامر يعني بعد اللي صار بسوريا خلال 3 سنين ما عاد بامكانه يغير، يعني مش عم نحكي نحن يعني الامكانيه ان تحدث هذا اي هجوم من هذا على داخل السوري، يعني احتلال دمشق مثلا صار بعيد، احتلال محيط دمشق كمان صار بعيد. يعني تغيير استراتيجي يمكن عبكرة تدفع يعني اخر هجوم عملوه 20 تاني دفعوا فيه بحدود 4-5000 مقاتل اللي هو باتجاه كسر الحصار على ريف دمشق، يعني كان في هجوم وعمل كبير منسق يعني وقدم فيها يعني من قبل سوريا اكثر من عشرات القتلى والضحايا الى اخره. لكن إمكانية أن يحدث أي هجوم جديد تغيير بالوضع الاستراتيجي يأثر على الوضع بسوريا بالوضع المسار السياسي، أنا أعتقد أنه ولا يعني أنه حتى لو إجوا هلأ وما عارف شو جيبوا 4-5000 مقاتل من جهة درعا وإمكانية إسقاط درعا نفسها يعني ما رح يغير شيء بواقع الحال بسوريا. يعني نحن عم نقول أنه كان في فترة من الفترات أنه ممكن سقطي دمشق سقطي حلب تحدث ساعتها خلص خلصت القصة يعني من ناحية الاستراتيجية، بصير مضطر الرئيس الأسد يروح مثل من قال على اللاذقية وإلى آخره. لكن هذا الأمر لا أعتقد أن بمقدور أحد من المراقبين أو المحللين أنه يقول عبكرة في احتمال سقوط دمشق مجددا أو حتى احتمال سقوط حلب كلها بيد المعارضة من جديد. بس تغيرت الصورة. بس هل في حدا عم يتحدث عن تقسيم سوريا؟ لأنه خلص سوريا واضح أنه أصلا هي هلأ مقسمة، يعني شئنا أم أبينا أنه لا في مناطق تسيطر عليها المعارضة، في مناطق علوي ما بفوت عليها، في مناطق يعني. لكن هذا الأمر يعني الآن الجيش السوري ما بده يأخذ مطرحه وما قال لا ما قدرش أخذها، يعني مطرح ما عم بيتوجه الجيش السوري ليأخذ مطرح عم يأخذها، وهذا مش عم نحكي نحن عم نعمله دعاية، لا هذا الواقع الحال. يعني الجيش السوري من حوالي 8 أشهر لهلا في مرحلة يعني هو عم يأخذ ويقدم مناطق معينة كان قد فقد السيطرة عليها. الرهان على إمكانية أن تقسم سوريا، يعني هذه الكلام اللي عم تفضلي فيه والهجوم واعتبار وتحميل أمريكا ولندن المسؤولية هو نوع من البروباغندا أو الضغوط على المفاوض السوري، على المفاوض السوري مش أكثر ولا أقل. الكلام عن أنه يعني حتى الكلام عن إسقاط الرئيس الأسد أو استبدال الرئيس الأسد أو جعل الرئيس الأسد ينكفئ مباشرة كمان صار كلام يعني ورانا، مثل ما بنحكي إذا بنحكي الأمور كما هي. الآن لا، في واقع ميداني، واقع سياسي، واقع استراتيجي ارتسم بسوريا يفترض التعامل معه.
أنا أعتقد أنه 7-8 أشهر كيفيين لحتى نقول أنه ممكن إيجاد حل لهذه الأزمة بسوريا. يعني رغم فشل جنيف أول وجنيف اثنين إذا كان صح الفشل، بس يا أستاذ إبراهيم في قراءة أخرى بتقول أنه لا، أنه مش هالقد يعني كلنا مسلمين أنه رئيس الأسد باقي، لأنه الرئيس الأسد اليوم هو يشكل بشخصه مشكلة أساسية في سوريا. يعني ما هو الهدف؟ الهدف هو الحفاظ على النظام السوري بشخص الرئيس بشار الأسد، ولا الحفاظ على ما تبقى من سوريا من بعد يعني ما عم بشكل بلا رئيس الأسد؟ يعني صارت معروف في هاي المعادلة، بدون الرئيس الأسد سوريا شيء، ومع الرئيس الأسد سوريا شيء آخر. بدون الرئيس الأسد إذا صحت هذه المعادلة، مش أنا بخليه أو يعني مسألتين، لن يكون هناك سوريا موحد. الآن يعني إقامة أو إقالة أو عزل الرئيس الأسد، طيب بدك إلها ظروف ميدانية وسياسية. طيب بالقدامنا على الأقل بالمشهد المرسوم بالميدان تغيرت الصورة، يعني لم تعد المعارضة كما كان في السابق تحتل نصف يعني الأراضي السورية وتجهز حالة لاحتلال العاصمة وأكبر مدينة اللي هي حمص، ومن ثم حلب ومن ثم حمص. هذا بالميدان. بالسياسي وطبعا في ميدان تفاصيل كثيره بدناش نفوت فيها، يعني صراعهم من بعضهم، تراجع قطر، تراجع تركيا، البنية. بالسياسي ايضا صارت معروفه يعني الكلام عن انه والله بكره الرئيس الاسد يعني سيسقط، لا يعني معش منطقي الا اذا بدنا نكون يعني مغامرين وبالتالي نركب راسنا. بالتالي في معادلة، هي معادلة البحث عن حل وتسوية للوضع في سوريا. بلش يعني مع جنيف 2 بلش الحديث بشكل جد، ضغطت الولايات المتحدة وأمريكا وبريطانيا وضغطوا السعودية بشكل رئيسي أنه لا خلينا نخلي موضوع إقالته أو موضوع الهيئة الانتقالية اللي بسموها تتقدم على محاربة الإرهاب إلى آخره. فبالتالي حاولوا، هو أول اجتماع وثاني اجتماع ما نجحت. هلأ ثالث اجتماع إذا صار بدنا نشوف بدها تضل هذه النغمة والله بدها تروح. أنا أعتقد لا، سيتم البحث. هلأ كيف رح تخلص هذه النغمة؟ يعني من قبل كنا عم نحكي عن ضربة أمريكية خلصت بالكيماوي، عض أصابع. أي عض أصابع. اليوم كيف رح تخلص هذه؟ في هلأ في مرحلة عض أصابع، بده يحاول كل طرف يفرض، مثل عم بقول لك الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية وبريطانيا وفرنسا معهم فابيس، يعني آخر فترة حاول لا لعبوا هذه اللعبة كما في السابق حاولوا، يعني يقولوا إنه المشكلة هي تنحل إذا أزيح النظام في سوريا أو إذا أزيح يعني فيما بعد الرئيس الأسد نفسه بيبقى النظام. هني بالآخر قبلوا ببقاء النظام بس يروح الأسد نفسه. الآن في مرحلة عم بيحاولوا بالآخر يعني بدهم يقولوا لا، يعني مش قادرين، بدهم يبحث عن مسألة تانية. وهون البحث يعني الكل الآن يستخدم وراءه، الكل يعض على أصابع الكل. فبالتالي يترجم هذا الأمر بتصعيد يمكن بتصعيد بالميدان مثل ما تفضل، إنه هجوم باتجاه الدرع يمكن، باتجاه مطرحة تاني يمكن، بس إنه هذا هجوم غربي بيكون ولا هجوم لهؤلاء المقاتلين الذين دول هجوم غربي، يعني تتيجي القوات الأمريكية والبريطانية وفرنسا كما صار بالعراق بسنة 2003 مش لحد هلا يعني مش مبين، مش بارد. وهذه دونها يعني كمان دونها ردود فعل معينة. فإنه هلا يعني كل ما يمكن إنه يجيبوا مجموعة كبيرة من الأردن، يمكن يشارك فيها جيش عربي، يمكن يشارك فيها قوات إلى آخره، نخبة من جيش عربي ممكن، بس ولكن نعم يعني هذا الأمر لن يغير في الواقع. الحقيقي خلينا رح كفي نقاش معك طبعا، وبدي أتحدث عن الحدود اللبنانية السورية، معركة الألمون. شو وضعه؟ يبرود؟ هل يبرود رح تخفف أسيارات مفخخة؟ بس بدي أنتقل إلى حام البلدة في بعلبك، هناك حيث زميلتي ريما حمدان. ريما صباح الخير. صباح الخير جوزيفين، إليك ولضيفك. ريما يعني أنت في بلدة حام، هذه البلدة التي تطل على الأراضي السورية، ومنها حكينا امبارح عن تسلل هذه السيارة التي تم القبض عليها والقبض على يعني كميات كبيرة من المتفجرات. ما هي المعلومات لديك وشو الأجواء اليوم؟ يعني صراحة جوزيفين يعني طبعا الجيش اللبناني بعد ما سكر المعابر يعني المعابر الغير الشرعية بالجهة بالبقاع الشمالي من جهة عرسال والوديان المتصلة بالأراضي اللبنانية اللي بتصل الأراضي السورية بالأراضي اللبنانية، تسربت هذه السيارة
من الجهة الشرقية لبعلبك اللي هي حام. طبعا طبيعة المنطقة إذا بدنا شوي نوصفها هي طبيعة جردية، فيها صعوبة إنه سيارة عادي توصل لهيدي المنطقة، وهيدي المنطقة كلها تحتوي على معابر غير شرعية. وطبعا هون الجغرافيا هي اللي حاكمة، اللي هي بتسهل موضوع التسلل وتهريب السلاح والسيارات المفخخة والمسلحين. الجغرافيا الوعرة، حدود جدا وأراضي كبيرة جدا شاسعة، وهي تبعد يعني أقرب منطقة لحتى إنه لهجرود هي مأهولة، هي بلدة حام وهي بلدة صغيرة، بتبعد كيلومتر حوالي تقريبا يعني حوالي كيلومتر عن محل يلي تم إلقاء القبض على هيدي السيارة. هلأ المعلومات طبعا الجيش اللبناني، في عدة نقاط للجيش اللبناني هون على المعابر غير الشرعية وعلى المعابر يلي بتوصل الأراضي، اللي بتصل الأراضي اللبنانية بالأراضي السورية. الجيش اللبناني عم بيقوم بدوره، هناك دوريات يسير دوريات ويراقب الحدود، يعني المراقبة قد ما استطاع الجيش اللبناني عم بيقوم بواجبه، لأن الجغرافيا هي اللي عم تحكم وهي اللي عم بتسهل عمل المسلحين. بالنسبة للجهة يعني طبعا هون ما بعد ما في معلومات مؤكدة عن الجهة يلي جاي السيارة منها أو البلدة تحديدا اللي جاي السيارة منها، ولكن من المؤكد أنه هيدي البلدة، أنه السيارة جاية من أحد القرى السورية يلي تسيطر عليها المعارضة، يلي هي القرى يلي دغري اللي مقابل الحدود اللبنانية، ممكن تكون عسال الورد أو رنكوس أو من الطفايل، يعني هناك ليس هناك تأكيد. بالنسبة لأجواء، إذا بدنا نحكي عن أجواء بلدة حام، في ارتياح بصفوف الأهالي، وفي كمان مثل أنه نوع عم بيحسوا بالأمان لما الجيش اللبناني عم يلقي القبض على هكذا سيارات وهكذا متفجرات، وعم ينقذ لبنان من بركان ومن انفجار كبير. ومعنا مختار حام حسين مراد لحتى يطلعنا أكثر على الأجواء. مختار، يعني اليوم شو هي الأجواء بالبلدة؟ كيف أنتوا حاسين ومنين بترشحوا أنه قيت للسيارة؟ الأجواء كتير كتير مرتاحة في البلدة، مبسوطين كتير بكمشة الشجار، ومنوجه تحية كبيرة للجيش ولقيادة الجيش ولمؤسسة الجيش اللي قاموا بهالإنجازات هاي وقابلها وما قابلها. طب منين ممكن تكون جاي السيارة؟ أنتوا حتى معرفتكم بجغرافيا المنطقة. السيارة جاية اتجاهها المنطقة الشرقية، سلسلة الشرقية. هلأ في بلاد مجاورتنا، في طفايل، عسال الورد، حوش عرب، رنكوت، مزرعة الدرة، ما فيناش نحدد بالضبط من أنه بلد انطلقت، احتمال تكون جاي من يبرود مباشرة، ما فيناش نحدد، بس المنطقة الشرقية اللي مطلوقة منها السيارة لأنه اتجاهها جاي من. طيب هل هناك معابر غير شرعية موجودة الآن؟ المعابر اللي معترف عليها شكار حكايش، بس في معابر كمان، يعني المعبر تشكر هان في جنب منه، في معبر مش مبين او مش واضح، بعدها في معابر بينسلك منها سيارات رباعية الدافع بتشلك من اي مطرح السيارة. اللي اهم من من تسكير المعابر تكسيف الحواجز، كل معبر مفروض يكون عليه حاجز، بعد في معابر ما عليهاش حواجز. نعم شكرا لك. اذا جوزيفين، نعم شكرا لك جوزيفين، هيدي الاجواء. شكرا. نعم الجيش نعم جوزيفين، شكرا نيمة، شكرا لك على هذه المداخله. يعني هذا يمكن بيوصلنا بالموضوع اللي بدنا نحكي فيه، وهو الموضوع الحدود اللبنانيه السوريه. اليوم قديش معركه يبرود يلي عم يتحدثوا عنها انه حزب الله سيقاتل فيها ستحد من هذه السيارات المفخخه؟ يعني بالتاكيد الموضوع الوقايه، يعني منع عبور هذه السيارات من سوريا كان احد يعني وجوه مواجهه الارهاب في لبنان، او احد المحطات. في 18 معبر موجودين من هون على يعني من جهه اليبرود. الجيش اللبناني او الجيش السوري هدفهم يسكروه. حسب المعلومات انه في 14 ممكن تسكيرهم مباشره، وفي اربعه بتسيطر عليهم بالنار. امبارح هي السياره صارت معروفه، مش جديد عم نحكي سر، انه هذا المعبر يستخدم للمره الاولى، معبر حام يعني مع ربون والى اخره، لعبور سيارة بالعادي مش من هاي الجهة، من جهة تانية. الآن يبدو أنه إجراءات ضبط الحدود بلشت تعطي ثمارة. نعم. بدليل على أنه الإرهابيين بلشوا يبحثوا عن مطرحة تانية للعبور إلى مدخل آخر. نحن في ثلاث أمور يعني صارت معروفة لمواجهة الإرهاب: تشكيل الحكومة وأخذ دور الكل الناس بما فيها تيار المستقبل، وهذا الحكي عنه سيد نصر الله امبارح، ومواجهة الإرهاب
وأن تكون المسؤولية جماعية ومعاش مطلوب فقط بيانات إدانة من هون رايح. الشغلة الثانية هي الضبط الداخلي، صار يعني متفاهم عليه أنه الإرهاب تقريبا وافد، في له مراكز في الداخل اللبناني حدا بيساعده مثل هذا اللي نعيم عباس من مثلا مخيم عين الحلوي بالضبط. الآن فعلا وجهت إليهم ضربة كبيرة. الضربة الثالثة اللي هي مسألة تسكير الحدود إلى حد ما، منذ أن بدأت يعني معركة التضييق والحصار على يبرود، إحنا مش بالضرورة يكون في احتلال ليبرود، يمكن طول المعركة يعني حسب معلوماتي أنا اللي أعرفها إنه في محاولة للضغط عليها. طيب إذا في حدود بين 4,000 إلى 8,000 مقاتل فيها حسب المعلومات اللي معروفة، بالتالي إذا القصة يعني بدها وقت ما بالضرورة يعني يقضمها الجيش السوري، بالضرورة يحاصرها لأنه صارت سياسة الحصار عندهم عم تعطي ثمارة. نعم. فبالتالي الآن إذا قدروا يغدوها كان به، وإلا لا رح يحصروها لفترة. نعم. طويلة، وبالتالي هذا الأمر سينعكس إيجابا باتجاه يعني تقليل من فرص الإرهاب وعبور الإرهاب باتجاه الداخل اللبناني، وهو الإرهاب اللي عانينا منه بالفترة الماضية. أنا أعتقد أنه برغم كل الأمور يعني يمكن بعد تشوفي انفجار أكثر إلى آخره، لكن يعني تحرك الإرهابيين بالشكل اللي كانوا يتحركوا فيه بالسابق حقيقة تضاءلت فرصه أكثر من أي مرة. وهون لابد من يعني الإتيان على ذكر ما يقوم به الجيش وأجهزة الجيش ومخابرات الجيش بوجه، ونحن نتمنى أن يكون القوى الثانية الأمنية، ونعني بها مثلا فرع المعلومات، يعني بنى إنجازات منه على هذا الصعيد، عرفت كيف؟ فإذا تم تشكيل الحكومة، هذا تم تشكيل الحكومة، إذا يعيد النظر بالعلاقة بين الأجهزة المعنية كمان هذا الأمر يمكن أن يثمر ذلك في تكثيف الإجراءات. طيب بس اليوم يعني يبدو أنه الإرهاب يعني أو هذه الجماعات يلي قاصدة أنه تفجر تغلغلت في المجتمع اللبناني، يعني شفنا بطريقة لك هاي معلش خلينا أنا وجهة نظر بس بدي أحكي شوي عن الخلية يلي حكي أنه هي لقوها بالضاحية. ما في شيء أكد شو يعني أنا سمعت وقرأت عنها وسألت عن حقيقة الأمر، يعني في شيء ما حدا عطانا يعني حقيقة الأمر، الحزب الله متكتم عن هذا الأمر، لكن هذا لا يعني إنه طبعا سيكون متكتم. لا يعني لو في شيء كنا عرفنا، يعني على الأقل إذا في شيء دقيق بهذا ضحي فيها بتعرفي 400,000-500,000 نسمة يعني ممكن يكون فيها. أنا لا أنفي ولا يعني ما عم أقول إنه كل أهل الضاحية يعني، لكن على الأقل مش عم نقول إحنا من أهل الضاحية، لا يعني عم نقول إنه ايه في شبكة في إمكانية بنخرق يعني مش في شيء ما بنخرقش يعني. بس على الأقل الإجراءات التي اتخذت لمحاصر يعني لحماية الضاحية من برا عم تعطي ثمار، والكل حتى الإرهابيين نفسهم بلشوا يشعروا إنه في عدم قدرة على، لذلك استخدمت النساء واستخدم هذا الحزام الناسف اللي جاي بالفان. بالأول معاش سهلة الأمور يعني، لكن حقيقة مسألة إنه الإرهاب له في الداخل قواعد ما عم ننفي، لكن الاتجاه أكثر فأكثر إنه هذا الإرهاب وافد ما قدر يجذر حاله بالداخل اللبناني. كل ما يقال عن البيئة السنية الحاضنة أنا أعتقد إنه مبالغ فيها. في بيئات إيه صحيح يعني ممكن تقولي لي عن الحلو بيقول لك إيه، مع احترامنا وعلاقتنا بإخواننا يعني الفلسطينيين، وامبارح السيد حكى بشكل صريح إنه معادة كيف في بيانات الإرهاب يعني تبين إنه أغلب الرؤوس موجودة بعين الحلو للأسف يعني. هذه المجموعات إذا كان في منها يعني بقايا هون وهون، لكن رأسها الأساسي موجود بعين الحلو، والأسوأ من ذلك مخيم عين الحلو. أسوأ من ذلك إنه ثلاث أرباعهم تحديداً ومخابرات ثلاث أرباعهم كانوا بحركة الجهاد الإسلامي أو بحماس يعني عند الجهة اللي إلها علاقة بحزب الله يعني، وهذا أمر مؤسف يعني وينعكس على يعني وجد على الرؤية باتجاه القضية الفلسطينية. وهذا أبلغ هذا الكلام للجهات الفلسطينية المعنية، وكان ردهم أنه يا عمي ما تضغطوا علينا أكثر حتى لا نتحول إلى حرب أهلية، لأنه نفس المعيم قال الحلو في مشكلة داخلية. فأنه الإرهاب يعني أكثر ما زال وافدا أكثر، ونتمنى أن لا يصل إلى يوم يعني يتجذر فيه ويصير في حالة احتضان له وبيئات حاضنة وما إلى ذلك، على أمل أن لا يحصل هذا الأمر، وعلى أمل أن تكون هذه الحكومة يعني تبلش تواجه يعني. حال شكرا لك استاذ ابراهيم بيرم على حضورك معنا اليوم، الكاتب السياسي في صحيفة النهار، اهلا وسهلا فيك. مشاهدينا لهلا بتكون خلصت حلقتنا، شكرا المتابعه والى اللقاء.